أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين يعكس التلاحم القوي بين القيادة والشعب، وهو ما نتج عنه الوصول إلى هذه النسبة الكبيرة من المشاركة الشعبية في الانتخابات والتي بلغت 73%. أتقدم بأسمى التهاني والتبركات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذا الإنجاز التاريخي الكبير اللي أتى بإرادة ووعي شعب مملكة البحرين، اللي توافد اليوم رجالا ونساء شبانا وشيبا إلى مراكز الاقتراع بكل عزم وأصرار للوصول إلى هذه النسبة التاريخية التي بلغت 73%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2002. في الحقيقة أيضاً ودي أهنئ نفسي وأهنئكم بالتهنئة السامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة لجميع من شاركوا في هذه الانتخابات وجميع شعب البحرين في العموم، وهذا يدل على شيء، يدل على تلاحم الشعب والقيادة في مسيرة واحدة يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة، هذه المسيرة التنموية الشاملة اللي اليوم نرى ثمارها في هذا النجاح الكبير في الانتخابات النيابية والبلدية، وسلسلة من النجاحات اللي قادتنا إلى هذا اليوم. هذا اليوم يوم فرح، يوم احتفال، خصوصا وأنه هو سبقه تحدي واجهنا، ويمكن تكون تشاهدين عليه معانا هنا في وزارة الإعلام. صحيح. تحدي كان عبارة عن يعني استهداف لبعض المواقع الإخبارية وبعض المواقع الخاصة بالمواقع الإلكترونية الخاصة ببعض المؤسسات الدستورية، ظن من بعض الجهات المغرضة بأن هذا قد يثني عزم وأصرار شعب البحرين في أداء واجبه الدستوري أو واجبه الوطني واستحقاقه الدستوري، لأن كان الرهان واضح من القيادة ومن الشعب أن وعي المواطن البحريني سيكون بالمرصاد، وستصطدم هذه المحاولات المغرضة بإرادة الشعب البحريني أن يستمر في مسيرة النهضة، في مسيرة التطوير اللي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة وبدعم من سيدي سمو العهد في الوصول إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب، بالبناء على ما سبق، بالبناء على هذه التجربة الدستورية المتميزة التي أثبتت عبر الزمن تصاعدها في خط تصاعدي واضح وجلي، واجتاز اختبار الزمن بكل كفاءة واقتدار.